مرحبا بكم. أحيانا عندما ترى صورا عبر الإنترنت تشك في أنها حقيقية، فبعضها يكون معدلا لكنك تصدق ما تراه لأنه أقرب إلى الواقع. إليكم 10 صور مذهلة وحقيقية بنسبة 100%، ستجعلك تعتقد أنها معدلة بالفوتوشوب أو مرسومة لكنها ليست كذلك. أولا، الغيوم المرعبة. بالتحدث عن الغيوم، هذه الغيوم ليست من الفيلم الهوليودي نهاية العالم، بل هي غيوم حقيقية ظهرت في ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية وسميت بغيوم أسباتقوس. ثانيا، صدأ الأشجار. هذه الصور ليست معدلة، وإنما هي عبارة عن تسرب لمادة سامة إلى الأشجار وتسببت في هذا الصدأ الذي يصعد إليها. حدث هذا في إحدى غابات المجرة. ثالثاً، الفقاعات الجليدية. قام أحد المصورون بالتقاط صور إبداعية لظاهرة طبيعية غريبة، وهي الفقاعات الجليدية. هي تكونت نتيجة غاز الميثان المحاصر تحت البحيرات المجمدة. رابعاً، برج الكتب. هذه صور لفنان أسباني يحول آلاف الكتب إلى برج، والتي تتدفق من النوافذ إلى الشارع. خامساً، الغرفة العجيبة. هذه صور لفنان جرافيتي فرنسي قام بتصميم غرفة في فندق مارسيل، والنصف الآخر فيها فارغ تماماً. سادساً، الدجاج الأسود. هناك نوع من الدجاج يعيش في إندونيسيا ويتميز بلونه الأسود بالكامل من الجلد إلى اللحم وحتى العظام والدم. يعتبر هذا النوع من الدجاج هو الأغلى في العالم، حيث يصل سعره إلى 2500 دولار للدجاجة الواحدة. سابعاً، البحيرة الوردية. للوهلة الأولى لن تقتنع بأن هذه الصورة لمركبين في بحيرة ظناً منك بأنها مزيفة، لكنها بالفعل حقيقية. إليك هذا الفيديو للبحيرة. هذه البحيرة تسمى بحيرة هيلر، ولون مياهها وردية، ويرجع ذلك إلى تركيز الملح العالي في مياه هذه البحيرة، ومما يخلق تراكم البكتيريا المحبة للملح، ويتم حصاد الملح من هذه البحيرة كل فترة. ثامناً، الذرة الملونة. هل رأيت من قبل الذرة الملونة؟ إنها تلك التي تراها في هذه الصور، وتعرف باسم ذرة الجواهر الزجاجية الملونة. تحتوي على حبات ذرة مختلفة الألوان والمعة، هي صالحة للأكل، ويعود سر هذه الحبات الملونة إلى اختلاف الطيف المرئي لكل منها. تاسعاً، الصورة الكرتون. تبدو هذه الصورة وكأنها مرسومة بالفوتوشوب أو جزء من فيلم كرتوني، إلا أنها تعتبر عملاً فنياً رائعاً في نيوزيلندا. هي تبدو كما لو كانت قطعة ورق عملاقة سقطت من السماء. عاشراً، الحقيبة العجيبة. تبدو هذه الحقائب وكأنها رسوم ثنائية الأبعاد، لكنها حقيقية 100% ومتاحة بعدة أشكال وألوان. تم تصميم هذه الحقائب من قبل فنانين من تايوان، حيث أطلقوا هذه المجموعة من الحقائب بعنوان القفز على الورق في عام 2010، كما أطلقوا مؤخرا مجموعة أخرى بعطف صيف 2015. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.